بوه هنا رانا طلعنا قاعد فوق في الباتيمون كما كنا نوريكم من تحت في الفيديو اللي فاتت. بعد تشوفوا بعد الدومينو تشوفوا المسافه تاع الاخر لا سوبرفيسي تاع البارك. هذا البارك شحال كبير، هذه اللي قلت لك نهار ما يكفيكش باش تحوسوا. ما تشوف لهنايا، هانا من الفوق هانا نشوفو نوريكم قاع كلش. نعود نذكركم بلي هذا البارك راه جاي في فيلا غلدون. فيلا غلدون هي دون لا دون لا ا بورغون بريس اكوتي اكوتي دو بورغون بريس. ميم صحاب ليون كيجيو مش بعيد عليهم. فريمون حاجة مليحة روعة. نجيب لهنا الدراري يستراحو في البارك هذا ويشوفو لي زوازو تاع العالم الكل. كاين عندنا هنا فاني في الجزائر كاين بارك مي مش مخدوم هكذا مليح مليح، بالك يدو نظر عليه ويعاودو يخدمو كيما هذا. كاين واحد شفتو في الطرف، في الطرف كاين مليح، كاين عنده واحد فاني مما، وكاين واحد فاني سمعت بيه في الجزائر فاني كان راح يدير الحاج جمال وكريمي. فاني عنده بارك راه بدا يبريباري فيه، وانا شفتو بدا يجيب لي سوازو بدا يجيب شوية حيوانات وكل شيء وراه يسكن فيه. ان شاء الله ان شاء الله يرجع بارك مليح هذاك يربط سما الناحيات هذوك تاع الجزائر، قريب للجزائر وقريب ال وراه جاي في الدخله تاع سيدي عيسى، قريب لسور عزنان، قريب لسيدي عيسى، قريب للبويرة، قريب للبوسعادة. تسمى مليح بارك هذاك يجي عنده بوان استراتيجي تسمى مليح. ان شاء الله يوفقوا ويدير البارك هذا مليح. ولا البارك تاع طرف، طرف ثاني كاين، طرف كاين واحد بارك مليح. هذا فيديو فيه 5 مينوت، انا درنا لكم شويه هنا من الفوق باش تعرفوا الاخر. والسلام عليكم، وفي فيديو واحد اخر ان شاء الله بارطاجيوه باه نزيد لحكم، وتابعوا زيدوا شوفوا الفيديو تاعنا الزهره فيه. يا سلام.